والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنه، فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحيض والحمل ونحوه. ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا، أي رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان، الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وللرجال عليهن درجة أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال،
وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه. والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفاته. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها رجعها ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق، أي الذي تحصل به الرجعة، مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت ألا تطيع الله فيه، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة. وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. تلك، أي ما تقدم من الأحكام الشرعية، حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول تعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطء، وهذا بالاتفاق. ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج. فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أي يجددا عقدا جديدا بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهذا لا جناح عليهما في التراجع. ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله
ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بمعروف والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا، أي لعبا بها وهو التجرؤ عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما، باللسان ثناء وحمدا وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان يصرفها في طاعة الله، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، اللذين بين لكم بهما طريق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فلله الحمد والمنة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين،
فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: